يعني لابد أن تشتغل شرائح الأمة. شوفوا راح أعدد، شوفوا التعداد من وين يبدأ. أول حالة المواكب الحسينية، أن تشتغل المواكب الحسينية والحسينيون، وهذا موسمهم المبارك، أن يعملوا على توجيه بعضهم البعض وبث الأفكار الصحيحة في مواجهة هذه القضية. المواكب، الجامعات، على حال منظمات المجتمع المدني المتدينة ومنظمات المجتمع المدني اللي هي تدعو إلى الإباحية وغيرها، الحوزات العلمية، علماء الدين، منابر الحسين، خطباء، هؤلاء لابد أن يشتغلوا جميعا، خصوصا الآباء والأمهات في الأسرة. الأسرة تلعب دور مهم جدا، فهذه في واقع الحال تكون ضاغطة باتجاه عدم تشريع القوانين وتنقية القوانين وعدم تلبية على حال الدعوات التي تطلق من هنا وهناك وإفشالها. يعني نخنق النطفة في رحمها ألا تولد، فننهي هذا الموضوع من خلال حسب تعبيرنا المواجهة الشعبية والوعي الجماهيري والجدية في مواجهة هذه القضايا. أنا أعتقد هذا مهم جدا، فالتثقيف الجماهيري والتوجيه الإعلامي، السوشيال ميديا يلعب دور كبير، يعني الجروبات، النخب، الإعلاميين، محطاتنا الإعلامية جدا تلعب دور كبير في صناعة الرأي العام، وهؤلاء كلهم مسؤولون، وهذا كلها يد بيد. أنا أعتقد ننجح إن شاء الله تعالى في صد هذه العاصفة الخطيرة. أحسنتم سيدنا.